كيف؟ السعودية ممكن تعترف بدولة كردستان؟ أنا شخصيا أنا أتحدث معك، أنا أعترف بكردستان. الدولة لها مؤسساتها الخاصة تعترف فيها. إنما أنا أتكلم لك عني أنا شخصيا، أنا قارئ في التاريخ، وكردستان العراق ليست جزءا من العراق. طيب بإمكانهم الاستقلال، وليس لهم علاقة بكردستان الأتراك أو الكردستان اللي في إيران، ما لهم علاقة أيضا. المفروض أنه كل إقليم وكل فئة بشرية في أرض ما من حقها أن تستقل، والواجب على الأمم المتحدة أن تكون هي الحكم في مثل هذه. يعني أي فئة بشرية من حقها أن تستقل؟ أستاذ عبد العزيز، أنت برأيك الخاص أي فئة بشرية من حقها أن تستقل؟ أي فئة بشرية لديها مكونات الاستقلال والمقدرة ممكن. يعني مثلا اليوم الشيعة في الشرقية ممكن يستقلون. الشيعة اللي وين؟ اللي في منطقة الشرقية في السعودية. أنت فاهم غلط. الشيعة اللي بالمنطقة الشرقية لا يأكلون خبزا، ما عندهم أرض. طيب هسه هو ما لها علاقة، أرض القطيف. الإنسان يرغب في الحرية ولو كان في السجن. يعني المنطقة الشرقية يا سيدي ليست لهم. أنت لماذا افهم مني رجاءً. طيب.